بركعياش كل الدوان أكو سجن ديجان كسمال أي أمارها أي أولادو صبرك عين أي ما أنت ديق دي يجوري سي أي قرسيس حكومة الصومالي لان ديق يعني أو أي صومالي لان أصدر تبش عس أدل كإيران أي وح ما أنت قرسية ديجان كسمال مسؤولين هر قرنا أو أي كمد أهاين مرو أمل حاج أحمد ميسان أو أهل طريها مدحوينها كمريد الصومالي لان أي أرماها هونك وزيرك وسارة دعولها جود إيو قريين تبروفيسر إسماعيل مومن آر حسابيها قود إيه قرنك الصومالي لان بروفيسر محمد عبد بدي قدوميها بيش عس إيه قبرك أوضل محمد حاج النور إيه وكيلك حفيزك الصمفلك الصومالي لان قبل هذا أوضل إيه سلل مروا أيان علي عمر قدوميها قبرك أوضل أحمد حدي سدعي تليها قيبتك بليسك قبرك أوضل عبد خير إيه حلبانو هير قرن إيه هير دقمبا سلوك روح يقنا قوبتا نكسونا أو أمها نقي حكومة صغر سيسي ديغداني أو دقمدي إيه هو ka tisan deegaankaasi goobti lagu gudoonsiinay deeqdan dadkan baraka ayaasha ayaa waxa ka hadlay masuuliyiintani oo ku sugnaa goobti lagu gudoonsiinay deeqdan dadka baraka ayaasha ويدنا حزوزين دبت سيد القادين ووك سلاح نوان بكس وحاوه يدب دو خوضن با دبا لكي هو دبا الواب مالين نو مالين كتا شلاح يوم بكتفع وحاسلو قد ذال اياه دات كاين انتي دبت لغا يرين كنوية بسم الله الرحمن الرحيم مركورة إلهي بان محط لك هذا كوبادي لاي بايس كلام محط اللوات وحاله ما انت مسؤولين تا وقور ايه مدحوينا جمهورية الصومالي لان مدى احمد محمد محمود سلايو يمبر وديسة عبد الرحمن سيلعي يمبر وديسة تراشين كان ما انت عايزك كاشدين مدحتويدة كان تاي اوكا اي كاشدين ديق دا حفيزك الصومفالك ايران maanta dadkii la soo gaarsiyay dadka halka ku arkaysan oo marxe dadkii ku barakacay dagaaladii halka ka dhacay iyo abaarihii ba sameeyeen horta aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aniga oo ah gudoomiyaha gobolka Awdal assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan maanta halkan idin ku gudoonsiinaynaa deeq raashina oo ay idin wado bisha cas ee Soomaaliland oo ay idin soo direen bisha cas ee Iran waxaan ku wareejinaynaa gudoomiyaha degmada Bakii waxa xafladda nagala soo qayb galay xildhibaanada gobolka xisaabiyaha guud wasiirka hawlaha guud iyo barsaabka gobolka xafiiska samafalka madaxtooyada mataliyaha madaxweynaha iyo dhammaan odayaasha ka soo qayb galay waan idin salaamaynaa waxaan idinleenaa raashinkaas idin gudooma oo aan u keenay dadka tabaaloobay abaaraha iyo colaaduhu ay soo barakiciyeen بسم الله أول مرة إلى هبا محلة لما هو حم سلام يا وسيرك وسيرك أولها جودي بنيتها وسابيها جودي قرنك اللي وانك بدوميها بش عس بتليها مدحوينا أخما وينك برصا في قبلك يا غياشة غياشة أنا جاكو حظي ما جع حفيز كسم فلك قبلك أوض ليسيل waxa raashinka maanta deeq la isla soo kaashaday xafiiska samafalka madaxtooyada Soomaaliland iyo xafiiska bisha cas ee gobolka Awdal xafiiska samafalka madaxtooyada mar walba wuxuu diyaar u yahay dadka danyaraha sida IDPs ka ku nool ee degmada maxay dadka barakacayaasha dadka maxay haydeen abaaraha ay saameeyeen dhamaan wuxuu diyaar u yahay mar walba facekin waa facekii hore maanta goobtan lagu bixinay waa Saameel raashinkaas oo marka ka kooban baasto bariis saliid aan kaluun iyo digir marka aan baan mahadle marka waxaan leenahay waxaan mahad aanu naqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Shiiraanyo marwada koowaad aad baad mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim
إلهي يا مهاتسكلا وأنت أي بيشو تايس الدير يتبون كي بيشي جينوري وحالو تاغن هاي يون سو غارسيني ديغان كسيمال أبكي عاوي ما كتسين داي بيش عاس إيران ديغم دا بكي بيش عاس إيران ولوسو هاقاتي بيش عاس إيران كعودل إيام دا حتوية دا يسكي كاشانيا وحي عاوي ما نسو توسو واتم داي إن حفيز كسنفر كيام دا حتوية دا وحانا ستو سنوغو سوليبي مروغو دا مدحوينها سومالي لان وطبي وعينا ديه جارسيسان باركا عياشي عرادو يأباروها يكون باركا عيان ديهان كسيمال ديقمدا باكي باركا وحانو شيغينا إنا المان تالك انتاقن نهاي تاي وقت السيمال يعي ديباتادو خدا عدي اللفتر كيدي دادكي باركا عياشي نهاي دين موقدان وحي أنه قصر ديبتين لأن سيفي عن أقار سيلي إلهي واللهم بلغته وأنين هاد علمينا إيجانا وحن بلغتين جينا إنه إلهي كو أفعه آمين كو يعي كل صواب بحضينا إنه إلهي ميسان كحسناتك وصاره أردتي وحا نوفر حالاتا إن المانتا نباتو ديغان كالسيمال وقت رسال ديبودة باكي أنه وحن وحن وفتي وسيرك أولئك يبرز صافا كمال كمال أن حقوره نو دو نبل ديان كاستعمال هات السيد وقصبيه يين الددويله برسو أجنو سلما كان أن أجنو راشين كان ولغا سو دراي حفيز كصابان كم بدتوير أيسلا كاشنا بشعس أنو أجي نبل دسيد دتك لو كرسي يتس كسيدا فوقوا باكلون هديتي ان دوت كانوا كبورين هنا يغور الى ليان ادو شقيان وحين نبدا سي لسوي بعدو دوت كل سوي سو دوادو اني هو خلدبان احمد بخت دبسيه انا خلدبانادي لغا سو دورتي غوبتن waxa weyn waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayna ugu horeyn dalka Iran shacabkiisa noo keenay raashinka bisha cas kala waxa ku jira bisha cas ee iyadoo noogu deeqday gobolka awdal noogu deeqday raashinkan een waxa kala waxaan u mahadnaqayna madaxtooyada oo ay ka socoto amaal oo ah cidii noo soo amartay marka waxaan aad iyo aad u diisha gudoonay oo idinka gudoomayna raashinkaadka aad keenteen waxaan anagu Ilaahay baan u mahadnaqaya awal mar keen abuuray isaga mahadle waxa kale mahadle walaalaha rag iyo dumar bale xukuumad iyo shacab ee arrinka xilka iska saaray oo u horeeyo madaxweynaha Soomaaliland iyo marwadiisa taasoo ah dadka iyo dalka maanta iyaga ka mas'uula meel walba wuxuu taala qolka isla loo ogaado Ilaahayna waa uu qaybo ku seenaya aakhiriga adduunka waxaan mahadnaqayaa dawladda Soomaaliland waan mahadnaqayaa madaxweynaha أحمد محمود سيراني وانو مهنغي إلهينا وانو مهنغي إلهينا وانو مهنغي حاصل تلباب وحنو مهنغي مهدوين هورت إلهي بالي إيه بالي مهدوين إلهي بالي مثل لباب ما أنت هورت وايوم وايوم آذك ويهي وطاريخ لويهي هل كان جغنو حرول بحلي راسي مال وحيا هاجر سيد مقالو تكاملي مقاحيالي dad badan bay raajin baa laga guuray col baa ka rabay colkaasi wuxuu nahaystay 4 sanadood buu nahaystay waxaan noogu biirtay abaar ballaaran baa noogu biiray horta waxaan noogu tarin maanta waa col iyo abaar weey tahayagu waa col iyo abaar ee ma tagal waxaan sheegayna aan maadna qala waxaan joogaa waxaan maadnaqayna madaxda oo idil gabdhaha iyo duqeyda iyo fara saabka iyo gudoomi لكن waxa ka codsanayna hadana mahadnaqa ka dib ee waxyaabo kamid ah nolol kamid ah ayaan xayda ka codsanayna kulliyada barakaad waxa salaamanaa madaxweynaha Soomaaliland iyo marwadiisa waxaan ku salaamanaa waxaan qoran salaamanaa
si kastaba ha ahaatee deeqdani maanta ay soo gaarsiiyeen mas'uuliyiintani heer qaran ayaa waxa ay noqonaysaa deeqdii ugu horeysay ee loo keeno dadka barakacayaasha ah ee ku sugan deegaanada ku dhow deegaankii dilku ka dhacay ee Seemaal. Maxamed Cabdillaahi Dabshid, aqeeb.com, magaalada Buurama.